باسمي الخاص وباسم كل الضباط واعوان صف الضباط اعوان الحمايه المدنيه نرحب بكم على مستوى هذا المقر. ارتأت المديريه الحمايه المدنيه لتنظيم حفل لتنظيم وجبه افطار على شرف الجيش الابيض الذين كنوا له كل الاحترام، وهذا نظرا للمجهودات الجباره التي يقوم بها طيله هذه الفتره التي اصيبت بها الجزائر بصفه خاصه والعالم بصفه عامه وهو وباء كورونا. على كل حال هذا الجيش الابيض الذي يقوم بمجهودات جباره ارتأت المديريه وباسمي الخاص وباسم كل اطارات المديريه بتنظيم هذا الافطار الجماعي، وهذا من اجل الخروج من الروتين الذين اعتادوا عليه لتخفيف عنهم العبء الاعمال الشاقه الذين يقوموا بها. لبينا الدعوه تاع الحمايه المدنيه اللي نشكرهم على هذه المبادره الرائعه والمبادره اللي راح تزيد فينا وتعطينا ثقه في العمل لمكافحه هذا الفيروس كوفيد 19. وعلى هذه المبادره نشكر الحمايه المدنيه من اعلاهم الى ابسطهم، وحنايا كعمال في الصحه مع مدير تاعنا ومدير الصحه لبينا الدعوه ومشكورين على هذه المبادره واعطيهم الصحه وربي يزيد لهم في القوه ويكونوا يد في اليد كالصحه ولا كحمايه المدنيه. وحنايا في الصحه يعني كعمال في الصحه رانا مجندين من اللي بدا هذا الوباء، ما يخوفناش هذا الوباء بما اننا احنا مسلمين، وكل ما نروحوا للخدمه واحد يدعي ربي باش يستروا ومام تم باش ينقذ ارواح المسلمين وارواح اولادنا وارواح اجدادنا ولا ابواتنا ولا اخواننا ولا اصدقائنا. لذلك نتمناو هذه المبادره اللي درتها الحمايه المدنيه تكون ماشي هي الاولى ما تكونش الاخيره. انا نطلب يعني الناس اللي راه دارت مبادره هكذايا ولا تشجع في اصحاب الصحه جنود الدذله البيضاء، انا نقول حنايا رانا واقفين باذن الله واقفين مع هذا الوباء وما نفشلوش، وسيرتو كي يكونوا اخواننا هكذا يشجعوك هكذايا يعطيوك القوه باش تكون واجد صباح وعشيه. لذلك نشكر الحمايه المدنيه. خويا نشكر الحمايه المدنيه على الافطار الجماعي هذا، ويا خويا رانا واقفين باش نكونوا مجندين الفيروس على كوفيد 19، ورانا لغا الحمد لله رانا معاهم، رانا واقفين مع المرضى هذو ان شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الحمايه المدنيه ورجال الامن، وبارك الله فيهم على الاستضافه هذه. لوبياس دبويره رانا مع الفيروس هذا هنا مع الامور، وربي ان شاء الله يوفقنا ويشافي كاع المرضى وربي يرفع علينا ان شاء الله في القادم الاجل. كيف يومياتكم مع رمضان؟ الحمد لله على كل رمضان ماهوش مصيفينا كاع يعني الحمد لله، رمضان صومو كي كبير ولا كيما درك، وان شاء الله ربي يتقبل منا ان شاء الله.